يا اختي انا عارفه عينه عميت عندك ازاي. يلا بقى كل شيء اسمه ونصيب. يا بنت ده امين شرطه في مباحث المدريه، ده كان بيلعب كمال اجسام وهو في اعدادي. عارفه ده في شبه كبير من اسمه ايه، محمود عبد العزيز اللي اختك بتروح له السيمه. لا ليه بقى؟ لا وخلاص، ملوش يقول عندي فيها حاجه دي. هلاء عقل اختك، قولي لها ان دي فرصه والفرصه ما بتستناش. انا شايف انه عايز لقطه. اتجوزيه انتي. طب نفهم ليه؟ يا بنتي ده احنا اخوات وحريم زي بعض. ما تنطقي بقى، يمكن يا ست منك ما استفيد. انا مخطوبه وفتحتي مقريه. لا يا شيخ، ده من غير ما نعرف؟ اهو اللي حصل. ومين بقى يا حلو ان شاء الله؟ عنتر ابن شداد يا اختي اللي انت ماسكه فيه ومثبته ده. سعيد، سعيد الخفي. هو قال لك انه هيتجوزك؟ ايوه، بس على فكره طارق احسن منه 1000 مره. حلال عليكي، لو ولادي بيكي خديه. طب وانت ضامنه سعيد؟ طبعا. اديني اماره. لازمتها ايه الاماره؟ علشان هو قال لي قبل كده ان هو عايز يتجوزني. وقال انا كمان. يبقى بيضحك عليكم. وعلى فكره انا وهو مع بعض من زمان. يعني يا بنت كنتوا مع بعض؟ نام معاكي؟ ايوه نام معايا. نوم نوم ولا بصوا تحسسوا الحواصه. نوم نوم. يا بنت ما كانش عاجبك امين الشام يا ضايعة. بكرة الفجر تسافروا. نروح فين؟ أي حتة، المهم بعيد. ايوه سعد. ايوه انا بقولك ايه، البنات سافروا راحوا يغيروا جو، وانا بقى عايزه اروق نفسي شويه. ما تروح تجيب لنا كام ازازه بير. الله، وفيها ايه؟ نفسي اشرب. وهات لنا كباب من عند الحاتي. طب وانا مالي؟ هي اللي قالت لي روح اسكر وتعالي. انا مال اهلي؟ هي اللي قالت لي روح اسكر وتعالي. وانا مالي وانا مالي يا غزالي. وانا مالي
راح تطلع في جردن. كل حاجة وليها الثمن، وكان لازم حد يدفع الثمن، وأنا اللي سددت الثمن. عشان كان لازم أنا اللي سددت. أيوة ليه؟ ليه أنت؟ عشان أنا الكبيرة بس. بس إيه؟ بس عشان أنت الكبيرة. القتل ده حاجة مهولة، بدل ما تقتليه وتحرقي المحل كان ممكن تهربوا انتوا التلاتة، تسيبوا البلد. والغدر والخيانة والعار والجرح، كل دي مش حاجات مهولة؟ والتلات اخوات ما بقوش قادرين يبصوا في وش بعض، مش دي برضو حاجة مهولة؟ بصي يا استاذة، انا قعدت في السجن 15 سنة على ما فهمت ان انا يوم ما قتلت سعيد كنت بموت نفسي، وفي ال 15 سنة دول اتعلمت ان انا ممكن اعيش. حيرتيني يا صفاء. مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم تعالوا نسيء لسمعه مصر. اهلا يا هاني. الحلقه النهارده كانت مقززه مقرفه ومنحله. رايحة فين؟ بجيب شنطتي. أنا مش بكلمك. اوعى كده. ايه في ايه؟ خدشنا حياتها انت مصر بتاعتك لما جبنا ست خارجة من الحضيض وقدرت تكمل حياتها من اول وجديد؟ قدرت ترجع انسانيتها؟ المجتمع حاسبها وهي حاسبت نفسها. بقولك يا كريم، اوعى اوعى تتكلم معايا باللهجة دي تاني. انا طلبت ايه البيع علشان اعرف رايه ايه. ما ردش التليفون بتاعه، ما كانش خارج الخدمه ولا حاجه، لكن ما ردش. انا محتاج لك قوي يا هبه عشان خاطر اقف جنبي. هيدوسوا عليا. انا جنبك يا كريم صدقني. الحلقه ما كانتش ليها اي علاقه بالسياسه، دي كانت عن الجريمه الاجتماعيه. هو ده سياسه؟ كله سياسه. مجتمع بيتنيل ب60 نيله ده ونتيجة حياة سياسية مهببة أصلا. أنا بعمل كل حاجة عشان ما زعلكش أنت وصحابك، بس دول هيخنقوك ويخنقوني. سميتك أنت مش